حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يوسفن باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5%. فريق مثل ريال مدريد حيوقفني؟ الفاكرين الحظ حيوقفني بيوم من الايام؟ هذا الفريق المحظوظ، فريق المشعوذ اللي كل حظ حياته الحظ. هي رساله للمشاهد حبيبي، اعرف انه هذا الفريق فريق حظ وما بيوصل الا بالحظ، وانا بتحدى اصلا انه يعمل شيء ضد برشلونه. حيلعبوا ضد برشلونه، انا برشلونه دربتهم، انا بعرف شو تركت الفريق، تركت الفريق باقوى جاهزيه حتى مو ياخذ دوري الابطال، حتى ياخذ كل البطوله. انا متاكد برشلونه بالنهايه، انا بعرف حيلعبوا النهائي مع بعض وبعرف انه برشلونه حيدعسهم، وانا اصلا ما تاهلت لانه ما بيودي واجه نادي سابق، والا كان حاتاهل وكان حاعمل معهم شيء عيب عيب اني اقوله كان، ولكن اوكي هذا اللي صار. يلا برشلونة حيعمل لنا العجب، ولكن رحلتي يا جماعة الخير يعني مع النادي كلام كبير رحلتي مع النادي شكلها ممكن انها تنتهى، فادعوا ادعوا اني جدد للنادي، ادعوا بس. طيب يا جماعة الخير، الان نحن اللي ما عرفنا هو مين اللي اخذ دوري الابطال، تمام؟ هل اللي طلعوني اخذوا دوري الابطال ولا مين؟ طبعا الحذاء الذهبي راح لصلاح، للاسف يعني تمنيت انه واحد من لعيبتي ياخذ الحذاء الذهبي، ولكن يعني ماشي. خلينا نشوف مين اخذ دوري الابطال. انا لسه ما نلعب. اصبر راح يلعب يوم 27. اوكي اوه هذا سجلي مع اليونايتد. دام اكبر فوز 6-0 يا جماعه ضد مانشستر سيتي، واكبر هزيمه 4-0 ضد اتلانتا بدوري الابطال. فضايح والله. هات اشوف مين عارض علي تدريب. توتنهام عارضين علي يدربهم، وبايرن ميونخ عارضين علي يدربهم. بس توتنهام وبايرن ميونخ يا اخي دوريكم ميت يا البايرن، وتوتنهام اضعف من فريقي اصلا. وين برشلونه؟ وين الشباب؟ اعطوني مثلا ليفربول، يعني تعالوا عرضوا علي يا اخي. عارضين علي منتخب الدنمارك والنرويج يا اخي، ما بدي الدنمارك والنرويج. دوري انجليزي او اسباني وبس، برا هدول الدوريين ما راح اطلع والله. الباقي كلهم بيض، يعني الايطالي ممكن بس الالماني والفرنسي لا. طيب الان اللعب يا جماعه الخير نهائي دوري الابطال. يا رب ان برشلونه فازوا، يا رب ان برشلونه فازوا، يا رب. ابلع ابلع، يلا يلا بس يلا بس. انا كنت بدرب برشلونه، شايفين خبره نهائيات مع برشلونه كنت. يلا يلا بس يلا بس. ايوه اصلي والله ما بيستاهلوا يتاهلوا على حساب، ما كانوا بيستاهلوا. اتمنى اعاده النهائي، ولكن ليست هذه يعني ما الطريقه التي تعمل بها كره القدم. خلي فوزكم علي ينفعكم. برشلونة ينتصر على خصمه يا جماعة. أخذين الخنزير لوك شو من عندي عمري. ما في فريق عرض علي. حلو. ايه بايرن شالوا أرضهم، عرض علي باريس سان جيرمان اني دربهم. يا اخي ما بدي الدوري الالماني والدوري الفرنسي يا اخي بيض. ميسي ونيمار ومبابي، وين مبابي؟ مبابي عندي صح، انا جبته على مانشستر يونايتد. يا اخي دوري فرنسي والهذا ما بدنا يا اخي، ما بدنا الفرق محسومين يا اخي، بدنا شيء مو محسوم. بعدين فريق اقوى منهم يا اخي. احنا لا نسير على المسار المطلوب. شوف الاداره، والله بلشت اكرهكم قسما بالله، بلشتوا تكرهوني فيكم. جايب لكم دوري وجايب لكم كاس وجايب لكم كل شيء، ما عاجبهم هلا صار بدنا دوري الابطال. كنتوا قبل ما اجيكم تتمنوا انكم بس تتاهلوا على الدوري الاوروبي، هلا ما عاد عجبكم شيء. بعدين اوديغارد بياخذ افضل لاعب بجهر مايو، شلون فريقه اصلا مو مبين فريقه ليك، فريقه بمركز التاسع. خليهم يشيلوني والله، اذا بتشيلوني والله لتشوفوا، ما فرقت معي، روحوا على فريق ثاني. اوكي او ماي جاد، طلع شكلكم. اجاني عرض من ميلان ومن الانتر ومن اليوفي، كل فرق دوري الايطالي بدهم ياني. الانتر طبعا اخذ الدوري، ميلان مركز خامس، وليك ميلان على التشكيل البيض. يا جماعه انا بدي فريق ينافس يا اخي، بدي فوت اخذ دوري الابطال، انا ما بدي فوت ادعاني. ميلان مركز الدوري خمسه، يعني حتى دوري الابطال مو متاهلين. ما لي حروح مش العب دوري اوروبي وانا اواصل على نص نهائي دوري الابطال، انسى والله. طيب انتهى الموسم الحالي على هيك، خلص حيكون الموسم الجاي هو اخر موسم، ما بعرف حاستمر مع يونايتد ولا حننتقل لفريق ثاني، ولكن نشوف العروض ونقيم. اوكي هاي بطولة بداية الموسم يا جماعة الخير، التحدي الامريكي، يا ساتر، لك كل الفرق الاوروبية القوية يا جماعة موجودة بهالبطولة وجائزتها حلوة صراحة. هاي فرق سهلة، يا سلام، هاي مفوزة ايزي وبناخذ 12 مليون. زيادة في ميزانية الانتقال، لا اله الا الله. يا جماعة الخير انتم نسيانين انا مع مين تعاقدت الموسم الماضي، مين الان اجى على النادي؟ تطويرة بنت هي للدفاع يا جماعة الخير، طلع دخية طبعا بعد ما بعناه، ولكن جبنا مين؟ جبنا الماتياس ديليخت. وين الديليخت؟ ايوه وصل ليكو. انا امتى كنت جايبه انا ديليخت؟ ايوه وصل على طول. يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، وبعت الفاران طبعا، فعندي كيمبيمبي وماركينيوس، والان وصل ديليخت يا جماعة الخير. يا سلام يا التطويرات الدفاعيه، يا سلام، لازم نطور الفريق. شكل الكازيمير يا شباب، مين انا محور ناقصني؟ والله باريلا باريلا وديونج مشكلتهم ناعمين يا جماعه الخير، ما في لاعب منهم نظام كازيميرو. فظل ما عندك كازيميرو اصنع كازيميرو، واذا ما بتقدر تصنع كازيميرو اجنب كازيميرو ذات نفسه ايزي. 31 سنه عمره و89 اوتو،
والله فكرة نوعا ما صراحة، انه ممكن الواحد يجيب كازيميرو حرفيا معي ميزانية فخمة جدا، ممكن ان يتعاقد مع اي لاعب بدي اياه. وول ليك ميزانية انتقال كم؟ 600 مليون او ماي جاد يا جماعة الخير، او ماي جاد معي 600 مليون من كثر ما عم جيب لهم بطولات، ليك قد ايش جايب لهم ميزانية، اخر شيء مو عاجبهم يا طعم القوة. اوكي اجاني عرض من شي حدا؟ ما حدا بده ياني دربه اصلا، وبس معي ميزانية انتقال 600 مليون. ورجيني لحظة لنشوف المراكز اللي محتاجينها. طيب اعمل لي محاكاة على السريع لهي المباراة، ماشي؟ فوتوا دعسوهم يا لليل، ها دعسوهم خمسة. لا لا مو هي المحاكاة، لا إله إلا الله. انتقال النتيجة، الله يقطع عم مانشستر والله لا تشوفوا، ما في حدا بده خدماتي. ماشي خلينا نشوف مبدئيا المراكز اللي محتاجينها. الدون واضح ما راح يكون أساسي طول الموسم للأسف يا جماعة الخير، الدون ما عاد مثل الأول سرعة وما عاد المواصفات مثل الأول، فأنا محتاج مهاجم تاني مع مبابي، وللأسف إنه ما في مهاجم تاني قوي جنب مبابي، فنحن حرفيا محتاجين نجيب واحد من أقوى مهاجمين العالم، فهي هي الفكرة. أيضا بالنسبة للمحاور مثل ما قلنا ما في ولا محور تيس، تمام؟ فبدي محور يكسر تكسير، ما فيها شيء الا باكيتا، وباكيتا ما له هالقوي للاسف يعني، فعندنا احتمال ممكن هالاند، ممكن يا اخي بس هالاند ثقيل يا اخي مو ثقيل. جاني عرض لسانشيز، مين؟ ريناتو سانشيز ب 70 مليون؟ اوه ريناتو سانشيز يا جماعه، وهندرسون بدهم عرض مبادله، يعطوني لاعب، لا وفروا لي لاعبكم التعبان، وفروا، لا ما بدي. سيرجينيو ديست اعاره؟ لا لا ما بدي. ريناتو او 72 مليون؟ يا اخي انا مالي محتاج، معي 500 مليون شو بدي مالي محتاج، مالي محتاج زياده خلص. كوني كم الريت وصل امبابي؟ وصل 95 ريت. او ماي جاد الدون نزل يا جماعه صار 89. لا يا الدون، بعرف ان عمرك 38 سنه بس شد حالك بقى. طيب مبدئيا خلينا نشوف، اوه هذا الكلب اللي طلعني من دوري الابطال. او ماي جاد اوت 93 وريال مدريد اخذوه. ورجيني لحظه هيك بس. اوكي المشكلة انه ثقيل جدا يا جماعة الخير هذا داخل الملعب، ولكن قيمته بدك تدفع 250 مليون ليعطوك يا ريال مدريد، يا ساتر. طيب خلينا نجرب نقدم لهم يا جماعة الخير 250 مليون، 240 مليون ممكن يوافقوا؟ واي شو اللي 350 مليون؟ هي 250 مليون، هي 250 مليون. اوه ماي جاد يقطع شكلك يا جماعة، شوف شو طالب يا جماعة، معند بده 350 مليون والله كثير. 270 مليون، طيب وافق على 270 مليون بس يقطع شكله، كان طالب 350، شلون وافق على 270 ما بعرف اصلا، والله صراحه كثير يا جماعه، والله 270 اغلى صفقه انتقال بالتاريخ، اذا كان نيمار انتقل ب 222 مليون ادفع لهذا 270. هذا الولد كازيميرو كم ممكن يطلبوا فيه؟ كازيميرو امتى بينتهي عقده؟ طيب بس كازيميرو بطيء وحالي صح؟ واه عليك السرعه يا جماعه، 270 شو؟ ما في اغلى صفقه 222. طيب بالنسبة لرودري محور السيتي يا جماعة الخير، كم قوته حاليا صار؟ رودري قوته 88 يا جماعة الخير، لاعب تيس بالملعب حرفيا، والطول عنده عالي حوالي 190 سنتي، يقطع شكله سرعته 63. مشكلة انا ما بدي اتعاقد، مالي ضمنان اني اكمل يا جماعة للان، قاعد عم بستنى بس هيك شي نادي يعرض علي، فما بدي اجيب لعيبة مشان اخذه على نادي الجديد، وللان ما حدا بده يتعاقد معي، ما حدا مقدم لي ولا عرض. احلى شيء اجي اخسر هون كمان 3-1 اصلي الدون طقن جولين. اتطلع الى مفاوضات، او ماي جاد او ماي جاد، هذا ايرلينغ هالاند عم يقول لي بده اتطلع الى اجاني عرض لديفيز 170 مليون 170 والله 170 حلو بس لا وين، او ماي جاد ديفيز اصلا قيمته السوقيه 130 مليون من بايرن بالدنيا بالدنيا مره ثانيه، حسوا بغلطتهم الظاهر. دفوز والله دفوز الصراحه، ما بدي بيعه، ما بدي بيع افضل ظهير بالعالم هذا، ما بدي بيعه اصلا، مالي مضطر، معي ميزانيه بنت 30 ليش لبيع. طيب نحن حاليا بصدد التعاقد مع هالاند وما جاني ولا عرض، فخلص حرفيا ما في امل يا جماعه الخير، لازم نكمل مع مانشستر يونايتد هذا الموسم ونفوت ننتقم من ريال مدريد اللي خسروني بدوري الابطال الموسم الماضي، انا حانتقم منهم بطريقتي الخاصه وانا بورجيكم يا ريال مدريد. ان شاء الله مفكرين انا اللي بستسلم، حبيبي انا خلقت حتى حارب، حتى حارب الفساد بكره القدم وحارب الحظ وحارب التحكيم، سننتقم يا جماعه الخير، الانتقام جاي، شفتوا صلاح شلون كان بده ينتقم؟ انا نفس الشيء، هو صح انه يعني ما قدر ينتقم ولكن انا راح انتقم، نعم يا جماعه الخير، راح ننتقم ضد ريال مدريد، ضد كل فرق الدوري الانجليزي، كل الفرق راح تدفع الثمن بسبب الغلطة اللي عملها معي ريال مدريد، كل فرق العالم تدفع الثمن، أنا مستمر مع يونايتد، نعم رسميا لموسم آخر مع مانشستر يونايتد ومع نادي الشياطين الحمر، أنا مستمر وراح نشوف العجب بأوروبا هذا الموسم، وعد، وعد مني لجماهير مانشستر يونايتد، دوري الأبطال بيرجع لا ملعب الأولد ترافورد، هذا وعد مني لكم يا جماهير مانشستر يونايتد، نعم. فالفكرة إنه لازم نكمل يا جماعة الخير، إذا ما كملنا
ما في ولا فريق عرض علي اصلا اني انتقل له للاسف يعني. مساعد المدير عميل لي لا تنسى استخدام البدلاء. في مجال انا المدرب؟ استغفر الله. طيب بالنسبه لديفيز انا اذا بعته حرفيا ما في ولا ظهير ثاني ممكن اني اجيبه بمستوى ديفيز، ديفيز كل ما عم يتطور وعمره صغير فمالي مضطر اني بيعه، ان شاء الله ب 200 مليون مالي مضطر. ولكن الايرلينج هولاند والله يا جماعه هالاند او ماي جاد والله 270 مليون كثير، والله كثير على هالاند حاسسها. انا كان عندي ثيو وصرفته اصلا، مبابي موصل 95 ريت، وبالتالي الهالند اذا بده يجي فالدوم بده يصير احتياطي، وهي مشكله صراحه نوعا ما. انا ما بدي يصير احتياطي دائما، ولكن حيكون في مناوبه ما بين الدون وما بين الايرلينج هالاند. ولكن هذا انا والله لا تشوف يا ماني، ما بدي بالنادي خلص، هذا اللاعب صرفه برا النادي. والله قيمته 100 مليون يا جماعه الخير، برا على قائمه الانتقالات. يا رب يجي عرض ممتاز، بدي اجيب مكانه شيء حدا هيك جناح اسطوري. سيء يا اخي سيء. ها شباب نجيب هالاند خلص. طيب اذا بدنا نجيب فينيسيوس جونيور كمان، فينيسيوس كم اوتو؟ او ماي جاد 84 بس، وانتقل على اليوفي. ريال مدريد صرفه على اليوفي، يا ساتر يا جماعه تعبان فينيسيوس. اوكي طيب خلص خلينا نتعاقد مع الايرلينج هولاند ونضمه لتشكيلتنا. جلدني الكلب الموسم الماضي، انا نظام يورجن كلوب اللي بيجلدني بجيبه على فريقي، بس الموضوع بسيط وسهل على طول. ادم يتشرط علي، لا يا حبيبي ما في دور حاسم، وين ولد تقعد تتشرط علي؟ هام بعطيك. اوكي ما بده خلاص ماشي مثل ما بدك. 600,000 ومكافاه التوقيع 3 مليون. والله يا شكله اعلى راتب بالفريق يا جماعه، 600 والله كثير 600 بس ماشي يلا. لازم وافق يا جماعه الخير. 600,000 وربي كثير، 600,000 او ماي جاد وربي كثير. ويلكم الايرلينج هولاند بالفريق. هاي صفقة خرافية، صدقوني صفقة خرافية بتكون للتشكيلة. سؤال بس، مين أعلى راتب الآن بالنادي؟ أو ماي جاد أو ماي جاد، فرق الضعف عن مبابي يا جماعة. هاي ويلكم يا الإيرلينج هولاند. يا سلام يا سلام، يقطع شكله على هالطاقات. سرعة 96 تسديد 94، بس لازم نزوده بنجوم المهارات والقدم الضعيفة. تعال يا دون فكرني حشيلك لهالدرجة. لا ما لا ما مو لهالدرجة كمان. انزل يا دون مكان جابرييل خيسوس اللي شكله حينباع، لانه الدون غالبا هو اللي راح يكون الاحتياطي، ولكن احتياطي مباراه واساسي مباراه الدون، ما راح استغني عنه للدون. بدي استنى عرض لماني يا جماعه مشان بيعه، لان اذا اشتريت هلا مش مشكله ممكن تكون. طيب السؤال منار الان، السؤال شو بدنا نطور هالاند؟ لازم يا جماعه يزيد بالدربل، هذا مصيبه الدربلينج عنده، والنجوم المهارات كمان تعبانه، الرشاقه والتوازن ضروري جدا يزيدوا عنده. والله حاسس اذا بيزيدوا من هون السنه الجاي حيضل ثقيل. طيب اعطيه هداف متنقل. يا سلام يا الايرلينج يا الايرلينج يا الايرلينج. اجى شي عروض؟ والله ساحبين علي، ما حدا بده ياني دربه يا جماعه بالمره، وساحبين علي ليه هيك؟ طيب اول مباراه للهالاند خليه يلعبها هيك، عرفت؟ 4-0 يا جماعه، سجل من اول مباراه جولين، يقطع شكله. هذا اللاعب اللي كان ناقصني انا من اول، هذا اللاعب اللي ناقصني. نص النهائي ضد هذا. يا سلام يا سلام، عرض لباريلا. بربولي ايه، ليفربول بيعطوني 60 مليون وروبرتسون؟ شو اللي 60 مليون؟ روبرتسون وفروب بجيبكم روبرتسون حبيبي، عندي ديفيز احسن منه. تعالوا شوف، الا ما يكون عندكم شيء حدا انتم ممكن اني احتاجه. تعال نشوف حبايبي ليفربول حبايبي، حلو بدكم تعطون؟ لا روبرتسون هذا وفروب بجيبكم، اعطوني شو عندكم مهاجمين. صلاح وين؟ صلاح جناح. صلاح ب 99 مليون؟ والله فكره والله، بس بربولي يا اخي ما بدي بيع بربولي انا. والازهر اوه يا الارنولد، عندهم مندي كمان يقطع شكلهم. ايه انا بعتهم ياه مشان هيك. فهمتوا شو الفكره؟ مشان هيك يا جماعه بدنا نبيع روبرتسون، لانه عندهم مندي جايين تستغلوني تعطوني لاعب ما بدكم اياه يا كلاب. او ماي جاد ليه هيك عم يهرب من حاله؟ عم يهرب الاختيار يا جماعه، كل ما اقرب على فان دايك بحسه عم يحول لي على جوميز، عم يهرب من حاله فان دايك، شو القصه غريب. والله الهجوم مليان صراحه. صلاح كم قيمته بالله؟ قيمته 100 مليون. طيب هاتوا ادفعوا لي فوق صلاح 150 مليون، ماشي انا ما عندي مشكله هيك. شو اللي كوناتي؟ ما بدي كوناتي، رجعوا لي صلاح خلص دفعوا 100 مليون فوق صلاح، بس ما بده يبيعه لصلاح. عم تدفع تعطيني كوناتي؟ والله انك ما بتستحي. تعال بدك كوناتي تدفع زياده 180 مليون، مش هتعرف تعطيني لعيبه معفنه مثله. للاسف رن قلع، بس شايف حالك على الفاضي. طيب خلينا نعمل محاكاه لهي المباراه، كاس الصداقه الدولي يا جماعه الخير ضد الاولمبيك ليون. اوكي خسروني، يا فرحتي فيكم يا فريق الحمير اللي عم دربه انا، وراحت 12 مليون. حتجلطوني يا اخي. او ماي جاد. اوكي جائزه الماليه 4 مليون بس، نحن نشعر بالاسف. او ماي جاد زعلانين الشباب اصلا. عم فكر يا جماعه الخير كثير اني بيع ماني. كيازا الصراحه بدع الموسم الماضي، فماني هو المصيبه. ماني بدي بيعه، بدي اجيب جناح مثل الناس. خليني اشوف الفودن كم اوتو. او ماي جاد
فودن 90 بينفع جناح فودن بيلعب، انا متاكد فودن بيلعب جناح. والله قوي يا جماعه الخير مع باريس سان جيرمان. شوف بيلعب كام ال دبليو سي ام، فعادي بيلعب معي جناح يسار. وربي هذا ممتاز وسريع يا عمري يا عمري. ليك لانه فينيسيوس قوته 85 بس يا جماعه، فينيسيوس تعبان. والله فكره، والله بدنا لعيبه قوايا ريت 90 كذا، ما بدي اجيب لعيبه تعبانين. يا عمري 150 مليون لازم نقدم لهم 170 مليون. خلينا نشوف 170 مليون ممكن انه يجي وبيجتمع الايرلينج هولاند والفيل فودين، ولكنه بيجتمعوا بالطرف الثاني من مدينه مانشستر. اوح ليش انت شو جابك انت شاطوك اصلا برا النادي؟ هذا عم يبتسم كمان. او ماي جاد 260 ليش؟ ورب كثير 260. طيب 180 مليون، 180 حلوه يا جماعه. مبابي منتقل 180 مليون لما انتقل على باريس سان جيرمان. هذا متنح. طيب شو رايك تاخذ ماني وتعطيني اياه؟ ادفع لك زياده 50 مليون على ماني. خلص هيك ممتاز. بدهم يفكروا. يا فكره والله. والله كفو اللي اقترح علي هي تبع ماني شباب اصلي. اذا بيعطوني ماني وبياخذوا ماني وبيعطوني فودن. اوكي ما وافقوا يا شباب، ما وافقوا، ما بدهم ماني، قال بدهم 250 مليون بس، ولقوا شرط 5% عند البيع كمان. يا فرحتي انا. طيب يلا 177 مليون، 260 مليون لا يا شيخ. طيب 190 مليون، والله حرام زياده عن 190 مليون يا جماعه. هي خلاص اخر عرض يا جماعه، اخر عرض خلاص حقدم لهم 200 مليون. والله هو 200 مليون كثير يا جماعه الخير للامانه، ولكن هذا حرفيا اخر عرض، يا اما يوافقوا يا اما لا. لا تنسوا انه لسه حبيع ماني. ما بده 200 مليون مقدم له ما عجبه. حرام عليك يا رجل، حرام عليك ورب حرام يا اخي. 200 مليون وما عجبهم، شو بدكم اعطيكم؟ طيب اخيرا يا رجل، اخيرا ببرشلونه بايش اللي 73 مليون، 73 مع جوليان براند. بس صار وقت الاستغلال هلا. حلو حلو حلو. حنطلب يا جماعه كم ممكن؟ 170 مليون. لا شيلوا لي براند، هات لشوف برشلونه مين عندهم. تعالوا حبايبي برشلونه انتم، تعالوا هاتوا لشوف مين عندكم لعيبه. عندهم فيرنر، لا او ماي جاد يا الهجوم البيض، وقلوب دفاع كمان بيض، والاظهره كمان بيض. بيدري اوتو، اوه بيدري بس 85. والله ما عندهم حدا يا جماعه الخير. بس ديمبلي جناح يمين، انا ماني محتاج جناح يمين، وبعدين ضعيف يا اخي ديمبلي مقارنه بماني. والله ما ادري شباب. طيب خلص بدون لاعب، اعطوني خلينا نطلب كم يا شباب. يا اخي ديمبلي كنت متوقع اوتو شي 90. يلا 170 مليون بماني. وافق؟ او ماي جاد، جبت ام العيد شي؟ جبت ام العيد ولا شلون؟ اوكي شكلي جايب ام العيد، شلون بيوافقوا هدول على طول؟ لا بس 170 يا اخي، قيمته 109. لا والله 170 ممتاز واكثر من ممتاز. برا بس النادي، برا بس يا ماني. سيتي تعالوا خذوا 250 مليون خلص. موافق بس اعطوني اياه. لا ما فيني اطلب. او ماي جاد، مع السلامه الماني، مع السلامه. اجاني عرض لحنا بال من مين؟ عرض يا جماعه استعاره اللاعب مع خيار الشراء. اوه والله لا، ما خلص رفض إعارة بس، إنما مع الشراء ما بدي ينباع، خلص خليه عندي بالنادي، ممكن إني أحتاجه. طيب الآن يا جماعة الخير الميزانية رجعت عالية بعد ما انباع ماني، ولكن نحن لازم نتعاقد مع جناح يسار. حطيني دست جناح الشباب. أوه رجع بقدر أتعاقد مع الفودي مرة ثانية. تعالوا. بدي إياه يا أخي، بدي إياه عن جد بدي إياه. طيب لما إذا قدمت لهم 200 مليون على طول، شو؟ يقطع شكلهم نفس الشيء، ما اختلف ولا شيء. خلص نفس صفقة انتقال نيمار، 222 مليون يورو. 250 ليش يا جماعة وربي كثير؟ خلص عن جد 225. والله بكفي، يعني بكفي استغلال، بكفي. هي حتى هي بدك تفكر يا رجل، دافع لك 225 مليون. يا ربي على الاستغلال. او ماي جاد، عندي مباراة ليفربول. ها وافقوا؟ الله يقطعهم، ما وافقوا. يا ربي على الجلطة، يا ربي على الجلطة. وبعدين معكم. طيب سن شو قوته سن؟ خليني بس القي نظرة هيك. سون ممكن ينفع معي؟ سون عمره 31، اوكي وبطيء. والله سون ممكن ينفع يا اخي، رخيص سون، بس انا معي ميزانية ماني مضطر شي بسون. وبعدين سون كبير ما بيتطور، هذا بيتطور. طيب خلينا نحسمها يا الفودين، خلينا نحسمها. تعال يا البوتشيتشينو، تعال يا كلب. طيب حقدم لهم 230 مليون، صراحة أكثر من هيك وربي حرام بقى، وربي حرام. بده 237 مليون مع شرط. أي 230 مليون بدك؟ أهلا وسهلا، ما بدك مع السلامة. مالي ناقص استغلال. وافقوا يا جماعة الخير، 230 مليون لا 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 شو اسمه، لا هذا وحده. يا ساتر والله بيستاهل يا جماعة الخير، جناح الأرض هذا صدقوني. سريع سرعة الجري 87 والتسارع 94، رشاقة 99، خرافي من الآخر وبيتطور. ويلكم يا الفودين، ويلكم بجلاد الليفربول.
ويلكم يا عمري على الفريق. هلا صار عنا هجوم نار، هلا صار عنا هجوم نار. اصلي 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 اصلي، تعال يا الفودين تعال. يا سلام لعبوا ال دبليو، طبعا لسه طاقاته هلا بالسالب ولكن حيعلى زياده مع الايام. ديست يا جماعه الخير شكلي حشوطه برا النادي، وديناير هذا انا جبته ما بعرف ليش ما عم يلعب، وجابرييل خيسوس حضيفه ايضا على قائمه الانتقالات. كلهم ممكن يجيبوا لي ميزانيه حلوه صراحه. معنا الان لسه ما زال 240 مليون، حلو ممتاز. دون بعت لي رساله عم يقول انه بده يلعب. يا دون، هناك مباريات اهم قادمه. ايوه مشان اللياقه يا جماعه، ما انا اصلا دون ينصاب مو مشان شيء ثاني، يعني لا حدا يفكر انه مشان شيء ثاني. يا سلام دي لخت يا جماعه الخير، اول مباراه فودن، اول مباراه الهالاند، اول مباراه. انا صراحه بس فكرتي اني محتاج محور الان، لانه واحد من هدول حيطلع غالبا، انه واحد من هدول الاثنين احتمال انه يطلع، لانه المشكله الكبيره بالمحاور يا جماعه الخير، حرفيا عندنا مشكله واضحه وصريحه بالمحاور. طيب بدنا نلعب هاي المباراه ضروري، لانه مباراه بطوله رسميه، بطوله الكاس ضد ليفربول، حتى ما لي محتاج اروح على ضدهم، هدول مؤتمر صحفي بندعسهم على السريع وبنمشي. وصلاح جوتا والله تشكيلتهم حلوه الكلاب. بس نختبر بقى التشكيلات الجديده. يلا بسم الله، اول اختبار يا جماعه الخير للصفقات الجديده، الايرلينغ هولاند والديليخت يا جماعه الخير ايضا صفقه جديده بتقدر تقول. وطبعا لا تنسوا الصفقه الجديده اللي هو يا شباب نسيت الاسم، اللي هو الفودين. يا الفودين يا عيني، الايرلينغ هولاند يا عيني، الهالاند يا عيني، هذا اللاعب التحركات الصح. يا سلام يا سلام، لو شايفين باريلا، شايفين باريلا، والله يا باريلا بلشت انا يعني اتضايق منك. يعني الماركينيوس يعني، ورجيني الدليخت، ورجيني الدليخت، والله يقطع ام الدفاع يعني. يا الاوبلاك والله يا الاوبلاك، والله المشاكل الدفاعيه صارت، اوين الهجوم نسينا الدفاع. يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، الدفاع مرلة مرجل يا اخي. ايوه يلا يا الايرلينغ، يلا يا الايرلينغ، حرك الايرلينغ. شوط، روح يا الفودن، روح يا الفودن، يو حلو 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 الفودن. ورب الفريق هجوميا يا جماعه الخير صاير نار. كيزا شو عم تعمل؟ كيزا شو عم تعمل؟ كيزا انا شايف الديونج اللي مو مبين، مو البارلا، شايف الديونج مختفي والله. دليخت ام الكذب، انا بعرف انه صلاح خرافي وكل شيء، بس مو هيك مو برجله اليمين يا جماعه. شو هاد؟ يقطع ام الكذب. طيب طيب هيك هيك النظام. ها طيب تعال يا ديونغ، خليك هجومي شويه لنشوف شو بدك تعمل. الايرلينغ هالاند خليه على اليمين، والامبابي نخليه على اليسار. هلا ببلش اللعب بقى. يخرب بيتهم شو كلاب. لا 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 يا عمري يا ديفيز، وتسلل. يو 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 يا عمري، سلام سلام. مبابي مبابي هرب، مبابي هرب، حرام يا مبابي. شو البو الدون، يو يو، لا 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 مستحيل يضيع. والله حظ حظ حظ. سلام، روح يا الحكيمي، روح روح. مبابي نهيهم نهيهم مبابي. الله يا المباب يا عمري، يا لمبوب يا عمري. يس 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 يس، هذا اللعب الصح. 10 لاعبين بدعسكم دعس يا ليفربول، 10 لاعبين بدعسكم. عاداتي عاداتي اني دعس عليكم. يا عمري يا عمري على العرضيه يا حكيمي، يا عمري على الانهاء. رب شكرا يا الانباب. صور ها، جيبوا لي حدا حدا بالله يجيب كاميرا لاليسون خليه يصور. يا عمري يا الانباب، يا عمري يا شو يا الانباب. كده يا كم ابلع بس، ابلع بس الدقيقه 88. شخصيه الابطال، شخصيه الابطال عندي انا، مو عند ها. يا عمري يا عمري على الضغط اللي مثل هيك. يا عمري الايرلينغ، الايرلينغ الايرلينغ بالسرعه القصوى، الايرلينغ بالسرعه القصوى. يا عمري يا الايرلينغ، ام لا يا عمري يا الايرلينغ، يا عمري اخلطهم اخلطهم. الله يا الايرلينغ، هذا هو الايرلينغ هولاند في اول مباراه يا جماعه الخير. شوف الركضه بس،
يا سلام يا الإيرلينج. عندنا تفاهم نحن حبيبي ب10 لاعبين ببلعكم 3 جوال. خليط خليط.